يقول دخلت دورات المياه أريد الوضوء وخرجت ثم صليت المغرب، وبعد الصلاة حصل عندي شك هل توضأت أم لا، فما الحكم؟ إذا كنت محدثا على غير وضوء وشككت هل توضأت أو لا، فالأصل أنك لم تتوضأ. إذا شككت بعد نقضك للوضوء شككت هل توضأت أو لا، فالأصل أنك لم تتوضأ، تبني على الأصل وتتوضأ، ولا يجوز لك الصلاة إلا بعد أن تتوضأ. نعم. أما إذا كنت على طهارة وشككت هل انتقض وضوءك، فالأصل بقاء الطهارة حتى تتيقن نقض الوضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك. نعم.